نحمد الله ونشكره أولا هذا بفضل رب العالمين. نبارك لجماهير نادي الكويت، نبارك لداعمين نادي الكويت، نبارك لأجهزة فنية وإدارية، نبارك للاعبين نادي الكويت، نبارك لجميع الأجهزة الفنية والإدارية في نادي الكويت. بفضل رب العالمين بطولات السلة واليد والطائرة والقدم في جميع الألعاب الجماعية سيطرة تامة خلال 10 سنوات الماضية من قبل نادي الكويت. فأنتهز هذه الفرصة وأقول كل الشكر والتقدير لهؤلاء الأبطال اللي حطوني في هذا الموقع بأن أكون مرفوع الرأس. ولولا فضل رب العالمين ثم عمل هؤلاء المخلصين في النادي لما وصلنا إلى ما وصلنا إليه في نادي الكويت، فلهم كل الشكر والتقدير. وأنا أقول دائما محظوظ بتواجد اليوم أمامكم، لأن أنا من يقطف الثمار، ولكن من يعمل ليل ونهار. هناك أشخاص، هناك خلية نحل تعمل ليل نهار لبذل الأسباب لتحقيق البطولات، فلهم كل الشكر والتقدير وأقول لهم مشكورين وما قصرتوا، رايتكم بيضة وإن شاء الله من إنجاز إلى إنجاز. اليوم الأول في الدوري، وحتى بعد ما كان نادي الكويت متصدر فارق يمكن 5 نقاط، أنت قلت أن الدوري لن يحسن إلا في الأسابيع الأخيرة، وأعتقد هذا ما حدث. هذا الكل كان متوقع هذا الأمر، المنافسة الشديدة اللي حصلت في هذا الدوري، واعتقد الاتحاد له دور فيها بطريقه تنظيم البطوله، المباريات الجماهيريه ما بين الكويت والعربي، الكويت والقادسيه والقادسيه العربي، كثرتها اعتقد كلها عائد ايجابي على الدوري وعلى الجماهير، وبالتالي كان هناك في منافسه، وبالفعل ما انحسم الدوري لا يمكن قبل جوله، وهذا شيء كان متوقع، وانا اعتقد هذا شيء صحي ولصالح الكره الكويتيه. نبيل معلول مستمر ابو محمد؟ ان شاء الله باذن الله الواحد احد، احنا متمسكين فيه الا اذا هو عاد يهدنا ويخلينا، هذا شيء ثاني، لكن انا بلغته في تجديد العقد وأبلغني موافقته، وإن شاء الله إحنا بصدد بس التوقيع النهائي. فيتور الأرجنتيني محترف الغاصية، خلصنا معه. خلصتوا معه؟ نعم. رأيك في قائمة المنتخب محمد؟ عندي تحفظ واحد ويعلمني هذا التحفظ، وهو عدم اختيار خالد الرشيدي من ضمن صفوف المنتخب. نعم. أنا أعتقد خالد الرشيدي هو من أميز الحراس هذا الموسم، إن لم يكن الأميز، وكلمة حق تقال أن هذا اللاعب يجب أن يتم اختياره للمنتخب، ولا أعلم ما هي الأسباب لعدم اختياره، لأن كل من رأى خالد الرشيدي من الملعب كان هو الأميز. نعم. فنيا، وأعتقد كان له دور رئيسي في حصول فريقه على كأس الأمير، وأنا أعتقد لاعب ذو أخلاق عالية، وأنا أعتقد اللاعب الآن في نهاية مشواره ويستحق التكريم لما قدمه للرياضة الكويتية. فلا أعلم لماذا لم يتم اختيار خالد الرشيدي، غير هذا أعتقد الأسماء الأخرى اللي تم اختيارها مقبولة وهي الأفضل بالدوري الكويتي. عندي تحفظ واحد على خالد الرشيدي. هل في صفقات من الدوري الكويتي أخرى غير فيتور محمد؟ قلت يوم الاثنين بعد المباراة راح أعلم. أنا أمانة الآن لجلسة مع الأخ نبيل وعاد العقلة لحسم بعض الأمور بما يخص المحترفين المتواجدين معنا بالنادي، بإذن الله الواحد أحد راح نعلن عن الصفقات النهائية خلال يومين. أما بخصوص الصفقات المحلية، عندنا 5 لاعبين انتهت عقودهم هذا الموسم: يوسف ناصر، سامي الصانع، فهد حمود، مشاري، عندنا لاعب خامس محمد الفريح، فتم التجديد معاهم اليوم وحسمنا جميع الأمور معاهم، وإن الله الواحد أحد راح تشوفون هال5 لاعبين متواجدين مع نادي الكويت، وليس فقط لموسم، لمواسم كثيرة. توقعاتك الموسم الجديد عدد اللاعبين الأجانب راح يزيد؟ ما أعلم والله، ما أدري شنو توجه الاتحاد، هذا يعني أمر ما عندي فكرة عنه. أبو محمد، انطلاق الموسم الجديد مبكرا، هل هو مربك لبعض شيء لنادي الكويت خاصة مع مشاركات خارجية في الموسم؟ أنا هذا رأيي دائما، انطلاقة الدوري أو تحديد البرنامج السنوي للموسم المحلي يعتمد على معطيات، إن كان هناك في بطولات ومشاركات خارجية تجبرك على أن تبتدي بشهر 8، أنا أشوف لا بأس، جميع الدوريات السعودي القطري وغيره تبتدي بشهر 8. طبعا أنا بالنسبة لي هذا شيء صعب وسلبي، لأن أنا مخلص الدوري اليوم، وخلال معناته إذا الدوري أول 8 خلال 2 أو 3 أسابيع لازم يتجمعون لاعبين مرة أخرى، وأنا عندي مشكلة أخرى بأن 9 لاعبين من فريقي راح يقادرون إلى المنتخب، فما راح يكون عندهم راحة، ولكن بالتالي أعتقد هذا أمر مقبول، ويجب أن تحترم القرارات بالأخير إن كانت مبنية على واقع، وأنا أعتقد لا بأس بالموضوع. أعتقد الأسباب هي وجود دورة الخليج وبطولات خارجية أخرى، فأنا بالأخير أحترم قرارهم، وطالما أنه مبني على أسس معينة يجب أن نتعاون، وإن شاء الله يعني ما راح يكون عذر لأي نادي بداية الموسم أول 8. اللهم لك الحمد. يعني احتفالية وتتويج جميل يستحقه جمهور نادي الكويت. شفنا اليوم حضور الجماهيري الحلو، مباراة ممتعة يعني ضد خصم كبير محترم مثل نادي العربي.
الحمد لله تتويج جاء بعد مجهود وتضحية كبيرة من إخوان اللاعبين. مبارك للجميع، للجمهور الكويتاوي، مبارك مجلس إدارة، إخوان اللاعبين، جهاز فني وإداري، كل ما قصر توجوا بهذا المجهود الحمد لله. البطولة رقم كم كبيرة؟ والله ما حسبت، والله ما حسبت يا حبيبي. لا 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 الله يبارك فيك. أقول أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الحمد لله اليوم على هاي الدوري. أقول مبروك حق مجلس إدارة، جهاز فني، جهاز إداري، اليوم كل ما قصر، لاعبين يستاهلون هاي الفرحة، وإن شاء الله قادم أفضل إن شاء الله. وهي الخير. إيه كويتاوي. كويتاوي. أيوة رقم بابا. خذ الميكروفون بابا. وين؟ هيو. بارك فيك. أول شيء أبارك حق جمهور نادي الكويت، يعطيهم ألف عافية الجمهور ما قصروا على الحضور، ويعطيهم العافية الجهاز الفني والإداري ما قصروا للأمانة، والرئيس النادي خالد الغانم يعطيهم ألف عافية، وإن شاء الله القادم أفضل. أول موسم بطولتين، اللهم لك الحمد، مو أول بطولة إن شاء الله ولا الأخيرة. أحسن لاعب في الموسم تقريبا بآرائي الجميع، ده يعني لك إيه؟ والموسم ده بالنسبة لك هذا هم يحددونه للحين، ما خلص لما يصير الحفل يبين من أفضل لاعب. مليون مبروك انضمام للمنتخب، استحقاقات قوية أمام الهند. الله يبارك فيك يا رب، وإن شاء الله نوعد الجمهور أنه راح نتأهل. مليون مبروك حبيبي، الله يبارك فيك. أول شيء بسم الله الرحيم، أول شيء أشكر اللاعبين، أشكر الجهاز الفني، أشكر الجهاز الإداري، وبشكل الجماهير اللي حضرت نادي الكويت. والحمد لله احنا اليوم يعني طلعنا بصوره حلوه داخل المباراه، يعني ما عديناها مباراه تحصيل حاصل، بالعكس عديناها مباراه مهمه، مباراه يعني ان تعطي اسم نادي الكويت، وهذا اهم شيء يعني. وان شاء الله هذا اللقب 19 ان شاء الله احنا حابين نزيده ان شاء الله، ما نخلي 19 ان شاء الله. كم بطوله حتى الان؟ من يوسف ولا النادي ولا يوسف مع نادي الكويت؟ مع نادي الكويت تقريبا 8-9 بطولات مع نادي الكويت. الحمد لله يعني الحمد لله. تألق الفترة الأخيرة مع المشاركة بشكل أساسي، انفجار، استعادة الأساسية في المباراة. بالعكس يعني أنت اللاعب، أنت كلاعب يعني داخل الملعب تحتاج المباريات، تحتاج اللعب داخل الملعب عشان ترد مستواك. وبالعكس يعني يعني أنا ما قاعد بالاحتياط نادي الكويت، أنا ما أتضايق، بالعكس أنا قدامي لاعب كبير، لاعب مهم مثل ياسر خنيسي يعني. وياسر خنيسي هداف يعني، مو لاعب سهل إن أنا أقدر عليه يعني، بالعكس. وأنا يعني انت علم ياسر خنيسي، بالعكس لا في منافسه اخوان، بالنهايه احنا اخوان، لعب هو لعب ثاني مثل الشيء، انا يعني بالعكس انا ساعد الفريق وهو ساعد الفريق، واذا قول ياسر انا باك له، واذا قولته هو يبارك لي، بالعكس احنا اخوان وما بيننا سوالف هذه. اخيرا شرف كابتن الازرق، مسؤوليه كبيره خاصه مع مباراتين تعادل. اكيد يعني مباراتين صعبه، خاصه ان المباراه يعني راح تكون بالهند، وجو الهند غير يختلف عن جو الكويت، وان شاء الله نقدم مستوى زين ان شاء الله ونطلع في صوره حلوه ان شاء الله. حبيبي حبيبي. الحمد لله يعني بالنسبه لي شرف ان انا اكون جزء من هالكيان، من هالنادي، يعني تعرف هذه وسام يعني انا اعتز فيه. نادي الكويت نادي كبير يعني متعود على هالبطولات، تواجدي هنا واجب علي يعني، وهم كنادي يعني ما قصروا وقدموا لي الدعوه، وانا يعني تعرف مستحيل ارفض دعوه نادي الكويت. الحمد لله، ان شاء الله مبروك لكل الكويتاوي ومن هلا الاعلى ان شاء الله. شفنا علاقه طيبه جدا بينك وبين ابو علي خاصه في المباراه. اكيد يعني انا دوم على اتصال معاهم، دوم في اتصال يعني عقب كل مباراه وعقب كل بطوله وعقب كل انجاز نكون متواجدين اياهم ان شاء الله. الله يسلمك، الله يسلمك، تسلم، شكرا. لا 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 مش تعول حاجه. بسم الله الرحمن الرحيم، الف مبروك نادي الكويت، مجلس اداره وجهاز فني وجهاز اداري والمدير الذهبي هذا حبيبي، والمدير الذهبي اخويا كابتن عادل، لو لا الاسم هذا عمو ده ده بقى اللي هو يعني محور الاداء بتاع نادي الكويت كله، محور البطولات دوت. احنا تشرف بوجودك، الله يحفظك، خلي لك عمو اثنينهم، الله يكرمك. طبعا كلهم اولادي، كلهم اولادي، رضا وعمرو واحمد الزفير كلهم اولادي. طبعا انا بهني مجلس اداره وبهني الجهاز الفني والجهاز الاداري والطبي واللاعبين، بصراحه بطوله غاليه جدا تؤكد، مش هنقول الزعامه لا، هي تؤكد الزعامه. وطبعا بسم الله ما شاء الله قبل ما ننتهي البطوله كده ونفوز، وبسم الله ما شاء الله يعني ثلاثه قدسيه وثلاثه
عربي يعني حاجه مش مسامي ان شاء الله. نعم طبعا نعم ختمها ختمها مسك على راي المثل. نقول الف 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 مبروك. دايما بيتعبك؟ لا عموري ده حبيبي مش متعب ابدا، لا بالعكس ده بسم الله ما شاء الله. شو اقول لك حاجه بالامانه يعني ربنا يديره على قد يعني بره بوالديه، ده كلمه كده خلاص يعني بره بوالديه دياتي خلاص يعني اختصرت كل حاجه. اهم من دنيا امك فيك. تمام الحمد لله الحمد لله. احنا بص اقول لك حاجه بقى، انا استاذنك بقى وانا هم بدور المعلق واسال احمد الزفيري النهارده يعني بسم الله ما شاء الله وصل الاجواء الحلوه دي، ايش شعورك يا احمد؟ اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، الحمد لله اليوم شفنا اجواء جميله، حفل يليق باسم نادي الكويت، تعب 10 شهور يمكن بعدنا عن اهالينا وانت حاسب هالشيء هذا وضحينا بامور كثيره، الحمد لله قدرنا نتوج ببطوله مهمه مثل بطوله الدوري باذن الله القادمه افضل ان شاء الله. شكرا شكرا. وان شاء الله نهني لك نهني قريب باذن الله في ماتش الهلال. رضا بقى اللي هو بسم الله ما شاء الله نقول على عم الرشاش، انا عمولي بسميه الرشاش على فكره. تمام نقول ايه رايك رضا النهارده في المباراه ووسط الاجواء الجماهيريه الحلوه دي الجميله دي اللي احنا نتعود عليها وباذن الله تستمر معانا. اول شيء بسم الله الرحمن الرحيم. كان موسم صعب جدا. طبعا في ناس ما يدرون احنا كما ريحنا 10 ايام 10 شهور تعبنا فيها ضحينا. تعب كان من بدايه الموسم والحمد لله هذا طبعا شيء بسيط نقدمه لجمهور نادي الكويت باذن الله القادم افضل وافضل. انت بتقدم الفوز والبطوله لجمهور الكويت. طيب انا سمعت ان انت خطبت ودخل على جواز صحيح؟ ايه قول لي العروس انا اقدم لها ايه بقى بعد البطوله الحلوه؟ اهدي لها البطوله هذه. البطوله دي الف مبروك يا رب. الله يبارك فيك.